بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الكرام اهلا ومرحبا بكم وحلقه جديده من حديث الامام الطيب واسماء الله الحسنى. فضيلة الامام نبدا مع فضيلتكم حلقه اليوم باسمه تعالى المتكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله. عليه الصلاه والسلام. وبعد فمن اسماء الله الحسنى سبحانه وتعالى سبحان اسم الله. المتكبر. نعم. وهو الاسم التاسع من الأسماء الواردة في سورة الحشر ورد أيضا في, في أبي حديث أبي هريرة, أبي هريرة وأجمع عليه المسلمون ما أخذه أو اشتقاقه من الكبر لا. بمعنى العظمة يعني احنا حنعرف الكبر حقيقته العظمة لا. لا ينبغي أن نفسر بما نفهمه من الناس والتعالي على الناس لا. لا. الكبر بمعنى العظمه ولذلك لا يستحقه العبد ومن هنا اذا وصف بالكبر فهو يوصف به وصفا خاطئا فاذا الكبر بمعنى العظمه والتكبر هو من صفات الله سبحانه وتعالى نريد ان الله. نفرق بين امرين في البدايه بين ذات تستحق التكبر او يكون التكبر من حقها او واجبا لها واجبا لها وإذا لم يعني نعرف هذا تظلم. ولا بالله الله. حينما تنكر صفة من صفات الله سبحانه وتعالى كأنه يظلم الألوهية وبين ذات لا تستحق وصف التكبر أو صفة التكبر فإذا وصفت بالتكبر كان وصفا كاذبا لأنه كما سنقول يشبه أن يكون جمعا بين نقيضين نعم. إذن هناك ذات تستحق وتتطلب وتقتضي نعم. وذات لا تستحق ولا تتطلب بل تتنافى طبيعتها مع طبيعة صفة التكبر نعم. من هذا المنطلق نستطيع أن نقول أن صفة التكبر بالنسبة لله سبحانه وتعالى واجب له لأن ذاته تعالى بلغت النهايه في التقديس والنهايه نعم. في الكمال فهي كمال مطلق وهي مقدسه عن اي نقص ايا كان هذا النقص نعم. فهي في باب النقص متعاليه نعم. في باب الكمال تبلغ الذروه التكبر اذا قلنا ان التكبر بمعنى العظمه وضح انه بالضروره لا بد ان تثبت لها العظمه نعم. يعني إحنا ذات قلنا انها متقدسه ومتنزهه عن كل نقص ومتصفه بكل كمال لازم نعم. تقول عليها عظيمه هي الذات الالهيه العظيمه طيب لازم لابد ان تثبت لها العظمه نعم. يعني لابد والتكبر هو هو تعبير عن العظمه نعم. لكن حين تقول مثلا ممكن حد يقول لي طيب ايه يعني تقد اقول طبعا احنا اثبتنا هذا نعم. انها تقدست عن عن النقائص وانها بلغت الكمال في الصفات في صفات الجلال والجمال والأسماء الاسماء الحسنى من اولا من وجود دائم لا اول له ولا نهايه من قدره شامله لا. من اراده عامه من علم واسع تنكشف له كل المعلومات لا. ازلا وابدا الى اخره اذا ذات بهذه المواصفات لابد ان تكون عظيمه لا. والشعور بالعظمه ولله المثل الاعلى انا لا اقول شعور بالنسبه لله لا هذه لا من صفات الحوادث لا شعور ولا تنطلق وانما ثبوت العظم لله سبحانه وتعالى يقتضي ثبوت وصف التكبر. هو ثبوت واجب وثبوت واجب واذا لم يتصف ده يعتبر كانه يعني انتقاص من قدر هذا الذات. فاذا التكبر بالنسبه لله سبحانه وتعالى هي صفة حسنة نعم او هي صفة جلال او هي صفة تليق بذاته تعالى وليس بالمفهوم القاصر الذي نعرفه فيما بيننا فيما بيننا اذا وصف بها العبد هنا هذه هي المشكله نعم اذا وصف بها العبد تنقلب فورا الى نقص ومذمة نعم ويعني ورذيله من الرذائل ليه لانك كان بالضبط لبست واحد ابله لا. تاج الملوك لا بد ان تتناقض الامور لا. لان ذاته لا تستحق هذا التاج ذات هذا العبد البسيط الفقير الكذا اللي اللي هو يعني قدراته لا يليق بها هذا الوصف طبعا لا, لا يمكن تؤهله ولا تقتضي بطبعها بل بالعكس يعني تنفر من ان تلبسها حرير او تلبسها تاج او زي ما يقول الشاعر بكى الخز من عوف وانكر جلده وعجت عجيدا من جزام المطارف لا طبعا يعني في فاذا هنا عندي ذات ومقتضى الذات مقتضى يعني ما تستحقه الذات ما نعم. تستوجبه الذات لنفسها لما كانت الذات العاليه مقدسه وجب لها التكبر والا يبقى ده نقص ان لم يجب او ان لم يتصف بهذا كانه نقص في ذاته سبحانه وتعالى. بالنسبه للعبد هذه التكبر مذمه ونقص لان ايضا ذاته لا تستحق. نعم. وذاته لا تستوجب ذاته لا تقتضي بل بالعكس تقتضي عكس التكبر. فضيلة الإمام يعني هذه الصفة قلنا أنها صفة واجبة للذات الإلهية نظرا لما لديها من كمال وتمام الصفات العلية لله سبحانه وتعالى ولكنها نقيصة وذميمة حاليا فضيلة الإمام نرى يعني هذه الصفة متفشية ومنتشرة في المجتمعات العربية والإسلامية بشكل كبير يعني جنون العظمة والتكبر والكبر أصبح ظاهرة منتشرة ما هو رأي فضيلتكم في هذا الموضوع؟ قبل أن أجيب على هذا السؤال أريد أن أميز بين ذاتين نعم ذات يعني ضبعها الضعف والزوال والفناء وذات موجودة أزلا وأبدا قوية أبدا باقية أبدا عالمة أبدا مريدة أبدا نعم هنا ما تقدرش تقول أن دي من حقها التكبر لا. بل بالعكس هي تتصف بنقيض التكبر لأن الضعف نعم. وال والهوان والاستكانه هو نقيض التكبر اللي هو العظمه فتصبح خاضعة اه فاذا اذا اذا اضفت اليها العظمه نعم. فكانك تجمع نقيضا الى نقيض نعم والنقيضان معروف منطقا لا, لا يجتمعان تمام. لا يمكن بمعنى انك انت لو جمعتهم لا بد ان يكذب احدهما احدهما نعم. فلو وصفت العبد بالتكبر فاما ان هذا الوصف كاذب واما ان هذا العبد ليس ضعيفا وليس وليس, وليس واحنا افترضناه في الاصل انه عجينته وطينته الضعف والاستكانه نعم. والمهانه. فاذا العبد لا يستحق ولا يصح وحينئذ اذا وصفته او اذا وصف نفسه او شعر بانه متكبر فهذه صفه نقص وصفه ذم نعم. ويعني صفه قدح وليست صفه مدح. بالنسبه لسؤال حضرتك، نعم اذا كان العبد كذلك نعم لما يشعر بالتكبر او لما يتكبر يتكبر لانه يغفل عن الله سبحانه وتعالى نعم لانه طبعا هو يعني لو دائما يعني مرتبط بالله ولذلك يا إخوانا مساله الصلاه خمس مرات في اليوم دي مش يعني دي مش مساله كده يعني دي لتذكير الانسان بالله وباسماءه وبصفاته عشان يعرف حدوده هو فين ويتصرف في هذه الحياه في اطار هذه الحدود نعم. فيفيد ويستفيد انما الغفله عن الله سبحانه وتعالى هو لو, لو لو تذكر جيدا انه لا يستحق هذه الصفه عمره ما حيقدم عليها انما الغفله المشكله في الغفله نعم. دائما غافل هو, هو غافل عن الله حتى وهو يصلي ده اذا كان يصلي يعني فأول شيء في, في هذا هو طبعا الغفلة عن الله ثانيا الجهل الجهل بحقيقة الإنسان يعني إذا عرف أنه هو الله مخلوق ضعيف مخلوق يعني حتى يعني أخص الخصائص بالنسبة له اللي هي روحه ووجوده وعقله لا يملكهما لا يملكهما لا يملكهما نعم. وممكن يطير منه في لحظة نعم. وممكن يؤخذ منه في أي وقت نعم. آه لو هو عاش هذا فعلاً لما يعني جرؤ على ان يشعر بالكبر او التعالي على عباد الله سبحانه وتعالى ولكن طبعا هو محاط مسكين هو نعم. محاط باعداء محاط بالشيطان محاط بالهوى نعم. محاط بالنفس الاماره بالسوء دائما نعم. لكن عليه بالصلاه وبذكر الله دائما ينتبه الى انه هذا الذي يؤمر به او هذا الذي يشعر به نعم. هذا خطا وعليه ان يبحث عن صحفين فمن فمن هذا القبيل العبد يتكبر لكن حتكبر عليه ده أنت ناقص من جميع الوجوه لا تملك من امر نفسك شيئا فضلا عن ان تملك من امر الاخرين الذين تتكبر عليهم اي شيء ليس لك من الامر شيء فعلى الانسان ان يعني يتعز ويكون دائما على ذكر من حقيقة، ولذلك اعرف نفسك. نعم. يعني اللي ما يعرفش نفسه هو ده اللي اللي يتكبر انما وفي بعض الاثار بعض يعني الكثير يقولون حديث من عرف نفسه فقد عرف ربه. نعم. لو عرفت نفسك كناقص حتعرف الكامل. فسيضعها في مكانتها الحقيقيه. نعم. امام قدره وعظمه الخالق. نعم. لا لا طبعا ما عرف نفسه يعني على حقيقه نعم حتعرف نعم. الله سبحانه وتعالى. فمن هذا المنطلق قلنا ان العبد حين يتكبر يكذب على نفسه يعيش كذوبة نعم. يعني دور كاذب يعيش فيه ويخيل له حاجات كثيره جدا وفي الاخر يدفع الثمن غاليا، هو حيتكبر على ايه؟ يعني على مين؟ ما الاخرين زيه نعم المأن. عبد مثله نعم عبد مثله، هو ده بيصبح الصبح يروح درة المية وده بيصبح الصبح يروح درة المية، يعني هتكبر عليه على ايه؟ يعني لا, لا ليك مثلا ودن ودن ثالثة تميزت ولا عين ثالثة ولا مثلا مثلك مثله تماما. فمسألة التميز على خلق الله، التكبر على خلق الله، التعالي على خلق الله. حتى ما يحدث في بلادنا من مثلا أسر وعائلات ما زوج بنتي من ال من العائلة الفلانية وكأن بنت ده لها دم مختلف عن دم الشباب الآخرين نعم تسأله يقول لك لا أنا من من عائلة يعني هنا ده أبوك أبوك وأبوهم آدم أمك وأمهم آدم انتهت لا. المسألة مساواة كاملة ومساواة تامة وربنا خلق الناس يعني متساوون الناس سواسية كأسنان المشت تيجي أنت تقول لي في لا والله أنا عزف علي سنة كده الفوق تتكسر لازم ويبقى لا معنى لها وتعيش في اوهام، نريد ان نقول العبد لا يصح له ان يشعر بهذه الصفه على الاطلاق وتفر لان الله هو الذي تفرد بهذه الصفه. نعم. واعد الله لل يعني لهؤلاء الذين يتكبرون او وصفهم كانهم يشاركونه في الوهيته. سبحان الله. طبعا. الكبرياء ردائي والعظمة إزاري نعم يعني هو الإنسان طبعا العربي يفهم عنده رداء اللي هو اللي بيتلف بيه زي الحج كده نعم والجزء الأسفل هو بيسموه إزار إزار يعني في رداء وإزار هو الله سبحانه وتعالى بيقول يعني أنا الكبرياء هو ردائي يعني أنا متردي بالكبرياء والعظمة إزاري هي يعني يعني وصفه الكامل هو عبارة عن كبرياء وعظمة فمن نازعني واحدا منهما اللي هو العبد المتكبر لا. نازعني واحدا منهما ألقيته في جهنم ولا على طول الله. طبعا لا. شوف القرآن الكريم مملوء ببئس ما سوى المتكبرين لا. الحديث الصحيح وده حديث يصور الإنسان المتكبر تصوير بشع. يعني لا يسمعه احد الا نعم. ويتوب الى الله ان كان قد تكبر من قبل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر المتكبرون يوم القيامه نعم امثال الذر في صورة الرجال. صورة الله. يعني عارف الرجل الطويل ما المتكبر نعم. ده منفوخ يعني. <applause> يحشر يوم القيامه كانه الذر ده اصغر من النمله، الذر اللي نعم. هو هباء اللي في الشمس ده. لكن في صورة الرجال. الماخذ الذي اخذه بعض العلماء انه لم يقل من الرجال والنساء مما يدل على ان المراه بعيده عن هذا الخلق الزميم فعلا نعم لا. لا تجدها يعني ما تمشيش يمشيش فيها التكبر او هي لا تتكبر يعني عاده لا تتكبر نعم فيحشر المتكبرون يوم القيامه امثال الذر في صور الرجال يطأه الناس بنعالهم سبحان الله أظن إذلال ما بعده إذلال أولا الهيئة الكبيرة دي والنفخة العظيمة نعم. دي كلها تصور في ذرة ورجل في شكل ذرة وياريت يسيبوه كده ثم يطأه الناس آه يعني يداس عليه بالنعال نعم طبعا ليه لأنه هو نازع الله في أخص صفة من صفاته وإحنا قلنا أن هذه الذات حين تقدست وحين اكتملت تم لها الكمال المطلق وجب لها أن تكون كذلك هو ضعيف، مُستكين، ناقص من جميع الوجوه، ثم ادعى شيئا يناقض كود لتكوينه، وهو شيء يعني اختص به الله سبحانه وتعالى. سيدات الإمام يعني نقطة آخيرة نختم بها هذه الحلقة إذا كانت كل هذه الصفات هي صفات خاصة لله سبحانه وتعالى فما هو حظ العبد المسلم من طبعا لا ليس له حظ في أسماء العبد له حظ منها نعم يعني من مضمونها من معناها من مأخذها من اشتقاقها وأسماء يكون له حظ من نقيضها نعم لأنه يستحيل عليها أن, أن يكون له حظ من مضمونها ومعناها النقيض هنا نقيض التكبر هو التواضع هنا للعبد حظ في التواضع وهو أن يتواضع لله سبحانه وتعالى ده رقم نعم. واحد ثم لا يتكبر على عباده ولا يتعالى على الخلق إذا ممكن يستفيد من المتكبر صفتين نعم. استفادة أن يعني أن يتحقق بنقيض هذا الـ 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 الاسم وهو التواضع والخضوع لله وأيضا أن لا يتكبر أو يمتنع عن التعالي أو التكبر أو الاستطالة على خلق الله وأن يرى أنا لا أقول لك مثلا مثلا كما يقول يعني عباد الله المخلصين أن يرى نفسه أحقر الناس وأقل الناس لا أن لا يرى نفسه أنه أعلى أو الناس. أكبر من, 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 الناس شكرا فضيلة الإمام ونعوذ بالله أن نكون من المتكبرين أمين. شكرا مشاهدين الكرام على حسن المتابعة الى لقاء جديد وحلقه جديده باذن الله